برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا جزيلا لكم، هو من دواعي شرفي أن أكون معكم في هذا اللقاء. عايزة في البداية أعرف تعليقك على طرد ميسي لأول مرة مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهل كان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة ولا لأ؟ أعتقد أنه ليس من مهامي أن أقوم بالحكم على آراء وقرارات الحكام، لا أملك كل المعطيات الخاصة، لكن على كل حال هناك الكاميرات الموجودة، وأعتقد أن للحكام دائما آراؤهم التي يمكن أن تبرر داخل نطاق قانون الكرة، فهذا هو دور الحكم، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تساعدهم كثيرا خلال هذه الأيام. طيب عايز أعرف منك بقى، شايف إزاي ليه أسباب خسارة برشلونة أو التراجع في المستوى، وطبعا اللي أدت لخسارته كأس السوبر الإسباني؟ أعتقد أن لا تراجع في مستوى برشلونة، لكن أعتقد أن في العامين الأخيرين تراجع مستويات معظم الأندية بما فيها برشلونة والريال مدريد، لذلك أعتقد أن النادي برشلونة لا يتعرض لتراجع في مستواه، لكن أيضا يمكن أن نمررها بشكل آخر، أن أتلتيكو مدريد مثلا أو أتلتيكو بلباو قد ترقى في مستواه الفني في الفترة الأخيرة. يعني بعد رحيل ميسي وبعد النتائج يعني متراجعة يعني أو السلبية لفريق برشلونة الفترة اللي فاتت، بنتكلم كمان من الموسم اللي فات من ساعة خسارة بايرن ميونخ 8-2 في الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا، وكمان رحيل سواريز والشكل الجديد بتاع رونالد كومان لفريق برشلونة، شايف إنه مفيش تراجع في المستوى؟ ما أراه أن هناك تقدما على مستوى فرق أخرى، لذلك هذه الفرق الآن أصبحت على قدم وساق مع الفرق الكبرى مثل برشلونة أو مدريد، وأصبحت تستطيع مناطحة هذه الفرق الكبيرة، بل والطمع في الوصول إلى إحراز لقب. طيب هل ممكن نقول انه لحد دلوقتي رحيل كريستيانو رونالدو ما اثر على الدوري الاسباني؟ يعني طبعا ده الموضوع ده قتل بحثا واكيد اثر على الدوري الاسباني، ولكن لحد دلوقتي فكره الكلاسيكو، كلاسيكو الارض بين برشلونه وريال مدريد، ما بقاش بيحظى بالمتابعه او المشاهدات اللي زي ما كانت قبل كده بسبب رحيل كريستيانو رونالدو؟ ما قدرتش الليجا تعوض او ريال مدريد تعوض لاعب زي كريستيانو رونالدو؟ بالفعل، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أعتقد أن متابعي الكلاسيكو ما زالوا 650 مليون شخص على مستوى العالم، وما زالت هي المباراة الأهم على مستوى الكرة الأرضية في عالم كرة القدم، سواء في إسبانيا أو في بلاد أخرى، لكني أعتقد أيضا أن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبارسا يفوق حتى عدد متابعي نجوم كرة السلة أو نجوم كرة التنس أو نجوم الرياضات الأخرى، لكن أيضا يجب علينا أن نعلم أن النادي لا يتوقف مستقبله أو مستواه أو طموحه على لاعب بعينه، لا يمكن لنا أن ننكر أن كريستيانو رونالدو كان أحد وما زال أحد أهم نجوم كرة القدم في تاريخ كرة القدم، لكن نحن نعرف أيضا أن ريال مدريد ما زال هناك الكثير من النجوم، كما أن ريال مدريد ما زال قادرا على اجتذاب نجوم جديدة للاستمرار في استعراضه المبهر. طيب رأيك في المستوى المميز اللي بيقدمه أتلتيكو مدريد الحقيقة في الموسم ده، وهل شايف أنه هو ممكن يكون بطل للدوري الإسباني؟ أعتقد أنه المرشح الأقوى في هذه الحالة، أنه الآن هو من
يتربع على قمة الدوري، على قمة الجدول. وعلى أي حال أتلتيكو مدريد أحد أهم الأندية الموجودة، لكن أيضا هناك فيا ريال، هناك ريال سوسيداد، وأندية أخرى تصارع للبقاء ضمن الخمسة أندية الأقوى في قمة الجدول. طيب شايف إزاي قدرة الأندية الإسبانية على التعافي من الآثار الاقتصادية الناتجة طبعا من فيروس كورونا؟ هذا صحيح إن كوفيد 19 قام بالتأثير بصورة سلبية ليس فقط على الكرة الإسبانية، لكن الكرة على المستوى العالمي والرياضات الأخرى. ونعلم جميعا أن الاستادات قد أغلقت، الأندية قد أغلقت، المحلات والحركة التجارية الخاصة بالملابس الرياضية إلى آخره. كل هذا خسارة. ريال مدريد فقط خسر أكثر من 300 مليون يورو، لكن أعتقد أن بعد أن ينقشع هذا الغم ستعود الجماهير مرة أخرى، ستعود الحركة مرة أخرى باتخاذ التدابير الاحترازية وبالخروج من هذه الأزمة الكبيرة التي ضربت العالم كله، ليس فقط مجال الرياضة. في تقارير كمان كتير إسبانية بتتكلم عن رحيل ليونيل ميسي أو اقتراب رحيله من برشلونة، وأنه ممكن نشوفه في باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو غيرها من الأندية. عايز أعرف تعليقك على الأنباء دي، وكمان يعني ما مدى بقى تأثير رحيل كمان ميسي عن الدوري الإسباني من ناحية المشاهدات والعائدات طبعا المالية على الدوري الإسباني؟ أعتقد حتى نصل إلى أن نؤكد هذه الأخبار على بصورة يقينية، لكن على أي حال إذا ما ترك ميسي نادي البارسا كل سيؤثر هذا على الدوري الإسباني. هو النجم الأهم في الكرة على المستوى الأرضي، لكن نحن أيضا لا يمكن لنا أن ننسى زيدان، كرويف، رونالدينيو ولاعبون آخرون قاموا بترك برشلونة واتجهوا إلى أندية أخرى. لكن أعتقد أن نادي برشلونة أو أي نادي من الأندية الكبيرة بعد أن تفقد نجما أو تتركه يذهب تبحث عن نجوم جدد، وهذا حدث دائما ما كان برشلونة وأندية كبيرة أخرى تحتضن نجوما ثم ما تلبث أن تتركها ثم تحتضن نجوما آخرين. طيب شايف إزاي فرص أندية الدوري الإسباني في المنافسة على البطولتين، بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟ أعتقد أن هذا العام به منافسة، هناك كثير من الأندية قد تصل إلى النهاية، هناك أربعة أندية بالمناسبة. هذا يعني أن إسبانيا لها نصيب الأسد على مستوى الدوري الأوروبي وعلى مستوى أبطال الدوري. في السنين العشر الأخيرة كانت إسبانيا دائما ممثلة على الأقل بفريقين. أعتقد أن الأندية الإسبانية حتى في حالة وجود اهتزاز في مستواها على المستوى الداخلي تأتي بالعجائب على مستوى أوروبا. طيب باعتبارك مفوض رابطة الليجا في مصر، هل في بروتوكول تعاون بين الرابطة وبين اتحاد الكرة المصري للاستفادة طبعا من خبرات الليجا الإسبانية؟ بالطبع نحن الآن على تواصل دائم مع المؤسسات الرياضية في مصر، سواء الاتحاد أو النادي الأهلي بالمناسبة، هناك علاقات كثيرة مع النادي الأهلي وأندية أخرى، وهو شرف بالنسبة إلينا أن نستطيع أن نتواصل ونحتك بهذه المؤسسات وأن ننقل إليها خبراتنا. وأيضا لا ننسى أن بعض الأندية قد جاءت من إسبانيا ولعبت بما في ريال مدريد، وأيضا نحن نعرف أحد أشهر الأشخاص المشهورين في عالم الرياضة يأتون دائما إلى ريال مدريد. نحن نقوم بدعوة الشخصيات الكبيرة تأتي لزيارة الأندية الأسبانية. نحن على تواصل دائم، فالتعاون سائر مستمر مستقر
وسوف نقوم في الفترة القادمة بالتوقيع على مزيد من الاتفاقيات الخاصة بهذا التعاون. طيب أنا عايز أعرف بس منك أكتر، نعرف الناس أكتر الدور الأساسي والفعال لرابطة الليجا في مصر، دورها الأساسي بتواجدها طبعا في مصر. هنا لنا 45 نائبا أو متحدث باسم الليغا في 45 دولة. أنا هنا في مصر، هناك زملاء آخرون في بلاد أخرى، نقوم بالتواصل ومد جسور التعاون بين المؤسسات الرياضية هناك، المؤسسات الرياضية هنا، الماركات، الصناعات الرياضية. لنا علاقات قوية ممتازة مع الأهلي، كذلك مع الزمالك وأندية أخرى في مصر، بالإضافة إلى دورنا الاجتماعي على مستوى الاجتماعي، دورنا الخاص بتدعيم أواصر التنمية في أماكن كثيرة، وأيضا مد مصر ببرامج تعليمية خاصة بكرة القدم، وقد قمنا بتنفيذ هذا في الآن مع فرع ليستر يونيفرسيتي في مصر. هناك أيضا اتفاق لنا مع شركة أورنج للاتصالات، وهناك أيضا منصة نقوم بإطلاق الأخبار الخاصة بالليغا الإسبانية. هناك أكثر من 10,000 متابع عن طريق الرسائل التي نقوم بتصديرها إلى هؤلاء المشجعين والمهتمين. نحاول أن نصل إلى الجميع، نصل إلى جميع من يشجع الكرة هؤلاء، لأننا نعرف أن عشق كرة القدم الإسبانية والليغا الإسبانية كبير جدا هنا في مصر. بشكرك جدا خوان فوانس، مفوض رابطة الليغا الإسبانية في مصر، كنت معنا في برنامج السادسة.